إذن عاد إلينا الناقد السينمائي والفني الأستاذ طارق الشناوي. أرحب بك أستاذ طارق. أهلا بك. أهلا بك معنا. خسارة كبيرة للثقافة والفن المصري بوفاة الأستاذ وحيد حامد رحمة الله عليه. رحمة الله عليه طبعا كان خسارة كبيرة قوي. الأستاذ وحيد على كل المستويات الحقيقة، على المستوى الفكرية والمستوى الفني والدرامي والصداقة والإبداع، يعني وحيد كان فاعلا في الحياة على الشاشة وأيضا في الحياة. يعني دائرة وحيد حامد كصداقات دائرة متسعة جدا، دائرة إبداعه كمبدع كبير أيضا متسعة جدا. تقديم القوالب الدرامية والفنون الصعبة بهذا الشكل مع جزء من الضحك والفكاهة، البعض يقول وحيد حامد كان مدرسة فنية مستقلة. أستاذ طارق، بص وحيد يعني أنت قلت مفتاح مهم عنده، إن هو بيقدم أصعب الأفكار سواء كانت سياسية أو عاطفية أو اجتماعية أو رومانسية، ولكن في قالب دائما جاذب. كان عنده قدرة على أن يجذب المتلقي بكل الأسلحة، وفي نفس الوقت يقدم له الجرعة الفكرية كما ينبغي أن تكون. يعني عالج قضايا التطرف والإرهاب في أفلام كانت ظاهريا أنها فيها مسحة كوميدية، لكن عشان الكوميديا هنا استخدمها من أجل تمرير الأفكار حتى تحظى بنسبة مشاهدة عالية. تكريمه في المؤتمر الأخير، يعني ربما كان المهرجان الأخير، مهرجان القاهرة الأخير، ربما كان تكريم الوداع. الحقيقة أنه ما كانش في ذهننا خالص وإحنا بنكرم وحيد حامد، إحنا بنكرم وحيد في المحطة الأخيرة. كان كلنا أمل أن وحيد هيخرج يعني أو ينتهي التكريم حتى يكمل الجزء الثالث من مسلسل الجماعة. كان ده هو يقينا جوانا، ما حدش فكر خالص في الوداع. وانا فاكر في الندوه الاخيره اللي عملناها الوحيد، وكانت يعني من حسن حظي شرفت ان انا اديرها، كان وحيد مقبلا على الحياه. يعني صحيح كان يعاني من مشاكل في القلب، لكنه كان مقبلا بكل يعني كل حب وبكل جسم على الحياه. المشهد الاخير من حياه الاستاذ وحيد حامد وهو الجنازه اليوم، هذا الحضور الكبير من الفنانين وحرص الفنانين الكبار على التواجد، كيف رأيته؟ في الندوة أنا فوجئت، الندوة كانت يوم 6 ديسمبر الماضي، يعني من أقل من شهر اتعملت في دار الأوبرا، عملناها في أكبر مسرح اللي هو المسرح اللي أقيم عليه حفل الافتتاح. عدد الإقبال على ندوة وحيد فاق الإقبال على افتتاح المهرجان. يعني عايز أقول وحيد أكبر كاتب حظى بشعبية، كاتب درامي حظى بشعبية في تاريخ مصر هو وحيد حامد. أكبر كاتب درامي له شعبية لسبب أنه بنى هذه الشعبية على صدق القضايا اللي تناولها وعلى اقترابه من رجل الشارع. رحمة الله عليه وشكرا جزيلا الناقد السينمائي والفني الأستاذ طارق الشناوي، كنت معي هاتفيا من القاهرة.